صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في تفسير البغوي عند قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال رحمه الله: قال مقاتل استقر، وقال أبو عبيدة صعد، وقالت المعتزلة استولى. والسؤال: هل مقاتل وأبو عبيدة قال استقر وصعد أي بكيفية؟ لا، استقر وصعد بلا كيفية، ما نعرف الكيفية. وهذه عبارات السلف. قال ابن القيم: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعام ويستقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. هذه الأربع الواردة عن السلف: صعد، ارتفع، استقر. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. هذه الرابعة: على، وارتفع، وصعد، واستقر. هذه تفاسير السلف، وهذا تفسير للمعنى، هذا تفسير للمعنى وليس تفسيرا للكيفية. نعم.